الجمهوري نعرف الموضوع وحقيقته في دايرة النزهة بتاع أسفة إصابته بتاعنا في بطنه. معنا دكتور هشام شيحة، نتأكد من وزارة الصحة هل وصلها أي أخبار عن هذا الأمر؟ دكتور هشام صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. أنا لسه ما حدش بلغني بأي إصابات أو طعنات، لأن احنا طبعا بنبلغ لما الإسعاف يشيل المصاب ويوصل لأي مستشفى من المستشفيات. احنا عاملين غرفة طوارئ عشان البلاغات دي، عربيات الإسعاف. غرفة الطوارئ لم تتلقى شيء حتى الآن؟ لا، لم تتلقى شيء حتى الآن يا فندم. طب الحمد لله. يعني احنا على مستوى 9 محافظات الأمر هادئ يعني. طلقات يعني. نعم، كفايه يعني ان احنا شفناه، يعني ربنا يعديه على خير ان شاء الله. على مستوى 9 محافظات الامر هادئ حتى الان. على مستوى 9 محافظات لم نبلغ بشيء. المستشفيات جاهزه ان شاء الله، سيارات الاسعاف متواجده بالقرب من المقر الانتخابي، مقر الاقتراع، وربنا يعديه على خير. ربنا يعديه على خير والله، يكون في عونكم. معلش احنا هنزعج حضرتك النهارده كتير، يعني هنقعد كل شويه نكلم حضرتك. شكرا. شكرا دكتور هشام. كان ده خبر تواتر على بعض من الوكالات الانباء، فهل ده نوع من الترويع والحياة؟